هي دايت الرومي هي من المناطق الرطبة اللي كتعتبر من المناطق ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية على الصعيد الوطني، وهي مصنفة هما اللي كنسموهم لي سيب، لي سيت دانتيغي بيولوجيك اي ايكولوجيك. طبيعة الحال هاد الوسط المائي هو من الناحية الجغرافية أو الإدارية فهو ينتمي كتقاسمو ثلاث جماعات ترابية، جماعة حدران، جماعة أي توريبل، وجماعة أي تواحي. طبيعة الحال هاد الموقع الجغرافي واللي كيجعلها تنتمي لثلاث جماعات ترابية هو من بين ربما العراقيل اللي كتسبب صعوبة تنمية هاد الوسط البيئي وجعلوه بطبيعة الحال وسط اللي هو يعني يمكن له يتنمى ويمكن له يعني يتحسن من ناحية يعني البنية يعني السياحية، وبالتالي يستقبل أكبر عدد من السياح في ظل احترام طبيعة الحال كل ما هو بيئي بالوسط. على قضيه الرومي وطبيعه الحال من ناحيه يعني كمعطيات من ناحيه الجغرافيه فهي كتواجد جنوب شرق مدينه الخميسات، كتبعد على مدينه الخميسات تقريبا ب 15 الكيلومتر، وهي طبيعه الحال من المناطق الرطبه اللي هي دائمه ما كتنشفش العام نهائيا طيله السنه، وطبيعه الحال كتغدى بواحد الواد اللي كيصب فيها، وفي نفس الوقت كتفرغ المحتوى ديالها عند الامتلاء القصوي بطبيعه الحال كتفرغ في واحد الوادي هو واد رحو. من ناحيه طبيعه الحال البيولوجيه هناك معطيات مهمه جدا حول الضياب، حيث ان الدراسات بينت على ان من بين النباتات اللي كتعيش هنا كاين تقريبا العدد كيوصل حتى ل 35 نوع اللي تم الجرد ديالو بطبيعه الحال، وهاد الانواع النباتيه بطبيعه الحال بدات المجموعة فيها كتختفي تدريجيا نظرا اللي تحدث على المستوى الماء في الضيب ده كينقص، وهاد طبيعة الحال هاد النقصان في المستوى نتيجة طبيعة الحال على عدم انتظام التساقطات في الفترات الأخيرة، وهذا عنده علاقة بطبيعة الحال بالجو العام اللي كنعرفوه هو التغيرات المناخية اللي كتعاني منها ماشي غير المغرب فقط ولكن دول العالم كامل. معاينة طبيعة الحال الضفاف ديال الضياء كيبين على أن كاين مشكل أساسي خصوصا وهو طبيعة الحال النفايات الصلبة، وهاد النفايات اللي كتخلفها طبيعة الحال كيخلفها الزوار اللي كيجيو يعني بشكل كبير لضياء الرومي سواء خلال نهاية الأسبوع طيلة السنة أو في الفترة ديال الصيف طبيعة الحال لأنها كتعتبر متنفس للساكنة ديال مدينة الخميسات، كيجيو من مدينة الخميسات متيفت وربما حتى مناطق بعيدة، وطبيعة الحال هاد الزوار كيجيو كيستافدوا من الفضاء ولكن مع الأسف تيخلفوا واحد المجموعه ديال النفايات اللي كيسمحوا فيها انه كيمشيو وكيخليوها بطبيعه الحال، والجماعات الترابيه حاولت ما امكن انها يعني تنظم هذه العمليه او عن طريق يعني الجمع ديال هذه النفايات. المجتمع المدني في اطار حملات تحسيسيه بطبيعه الحال وحملات النظافه كيجيو جمعيات الضياء كيحاولوا يديروا هذه الايام ديال التحسيسيه وحملات النظافه، ولكن مع الاسف هذا غير كافي لان ما كايناش بنيه مستقرة وما كاينش يعني مراقبة دائمة، رغم أن المياه والغابات وطبيعة الحال مجموعة ديال السلطات اللي مسؤولة على الضياء حاولت ما أمكن أنها توضع لافتات تحسيسيات، منع السباحة، منع دخول السيارات واقترابها من الضياء لأن الناس كيجيبوا السيارات ديالهم هنا مع الأسف وتيغسلوهم في جنبات الضياء، كيجيو الناس كيغسلوا يعني الأفريشة ديالهم الساكنة اللي هي محيطة، حتى ربما الحيوانات كيوصلوا حتى الماء ديال الضياء، بالتالي الضياء هي غير محمية كوسط بيئي ومازال ما كتلقاش ديك يعني ديك الاهتمام اللي كتستحقه ربما باش رقوا بها يعني المستوى ديال واحد مجموعة ديال المناطق في المغرب اللي هي دخلت ضمن يعني الاتفاقيات الدولية واصبحت محمية. ضياء الرومي تعتبر يعني موقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية، ولكن باش ترقى المستوى ديال يعني المناطق الرطبة يعني المحمية الصعيد الوطني مازال هذا المجهود ما كيتبدلش واحد المجهود كبير في هذا الاتجاه هذا. هناك طبيعة الحال وعي من طرف السلطات ومن طرف الأجهزة المسؤولة، ولكن مازال ما اتخذتش إجراءات على الأرض الواقع اللي كتبين فعلا بأن هذا الضياء غادي تلقى واحد الاهتمام في يعني في القريب العاجل.
السلام عليكم. الضايا هادي سنقول لك احسن ضايا هنايا في حدانا في الخميسات، كنجيو كنجيبو الوليدات لهنايا كيفوجو، كنجيو حنا براسنا كنفوجو كنحيدو هاد القنط هذا ديال هاد المرض هذا. وحنا سنقول لك واخا المسؤولين انهم متكرفصين ما كيديوهاش فيها، بزاف د الحوايج ناقصين فيها، خصهم يتهلاو فيها وخصهم يزيدوا بها القدام. هذه الصراحه راه محميه زعما جميله بزاف في المغرب. كنا كنجيو لها حنا والاباء ديالنا، ودابا حنا كنجيو لها حنا ولادنا، بس اننا كنفوزوا فيها ونتساراو فيها وكنفوزوا كنفوزوا بزاف. كتمثل الضياء بالنسبه للناس الخميسات المتنفس الوحيد، ماشي هاد الخميسات في الاقليم كامل، باعتبار على انها اكبر ضايا كاينه في المغرب، فهي كتلقى واحد الاهمال سواء على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني ولا حتى على من الوزارات ديال المياه والغابات، لان كاين هناك واحد الاهمال ديال عدم تشجير، ديال عدم ما كاينش اسماك هنايا في سميتو في تربيه الاسماك، فاش كاينش في هاد الضياء ما كاينش انشطه رياضيه، ما كتكونش كاينش واحد الاشعاع اللي خصو يخرج من هنا. كتبان لي هادشي كنقول انا واش متعمد، الا كان متعمد فشنو ذنبنا حنا، ولكن داك الاهمال الى متى غيبقى هاد الاهمال هذا؟ وانتم كتشوفوا مثلا ها هما راه كانوا كيقوموا جمعيات، كينوضوا جمعيات كينوضوا كيتطوعوا كيقوموا بالتنظيف ديال هاد الضياع من النفايات، وكيديروا حملات تحسيسيه، ولكن كتشوفوا انتم الاشجار غادي كتنقرض، الضياع غادا كترجع للور. اذا ما كاينش، انا كنظن بالنسبه ليا هذه جريمه ترتكب في حق الطبيعه. كما ضيت الروميه هني ضايا زوينه، يعني كنجيو كان مره يعني هي المتنفس الوحيد ديال مدينه الخميسات، ولكن كما كتشوفوا يعني كاين شويه ديال الاهمال، يعني كتجي ما كتلقى فين تجلس، كتجي مع العائلات ما كتلقاش، يعني بحال دابا كمثال تجي تقدر تلقى قهوات، تقدر تلقى يعني باغ اكزومبل هنايا دي زاكتيفيتي اخرين، ولكن حنا كنجيو هنا كنجيو غير نشوفوا يعني كما تيقولوا صافي. حتى القضيه ديال يعني الاشجار كاين شويه ناقص شويه ديال التشجير، يعني هي واحد الفضاء الا بغيتي تقول هي المتنفس الوحيد ديال المدينه، يعني خصها شويه ديال يعني ديال العنايه، ويعني حتى بالنسبه يعني بالنسبه هي كواحد يعني منطقه اللي فيها بعض الطيور اللي كاينين هنا، يعني خصها واحد الاهتمام اللي هو اكبر، يعني كاين واحد المشكل اللي هو كبير. كنضرش ما فهمتش انا ملي كنا صغار يعني كنلقاو هذا كنجيو كنشوفو، ولكن كتلقى دائما يعني نفس الشيء، كنجيو كنلقاو الاهمال كاين هنا، جيتي تشوف دابا هنا الازبال، يعني ما كاينش واحد الاهتمام اللي هو كبير. جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض يعني من بين الاهداف ديالها بطبيعه الحال الاشتغال على التربيه البيئيه والتنميه المستدامه، وطبيعه الحال عندما نتكلم عن التربيه البيئيه بحكم ان عندنا ارتباط كبير مع المؤسسات التعليميه، فاول يعني دور كتقوم به الجمعيه هو التوعيه والتحسيس على مستوى المؤسسات التعليميه، تنظيم زيارات لهذا الوسط البيئي للتلاميذ بطبيعه الحال، المدرسين، الجمعيات، المجتمع المدني الاخرى، من اجل طبيعه الحال الاحاطه يعني باهميه هذا الوسط البيئي والاخطار اللي كيعاني منها. وكذلك هناك خطوه اخرى هو تنظيم انشطه تحسيسيه، والجمعيه سبقت لنا اشتغلت على مشاريع في هذا المجال هذا، مشاريع من 2004 اشتغلت على مشروع اللي كيربط ما بين يعني السياحه البيئيه واهميه التراث المحلي، وحاولت ما امكن انها تشتغل على التوعيه والتحسيس بوضع واحد المجموعه ديال اللافتات هنا، تنظيم حملات ديال غرس الاشجار في ضفاف الضياع، ثم من بعد اشتغلت في اطار تنظيم حملات ديال الجمع، كذلك في اطار تنظيم الايام يعني الايام الوطنيه والايام الدوليه المرتبطه بالمناطق الرطبه الضياع، كذلك يعني الجمعيه اشتغلت بشكل كبير، ولكن تبقى ان الترافع حول هاد الوسط البيئي، الجمعيه ليست هي بمعزل على المجتمع المدني يعني المحلي وكذلك اللي كاين في اقليم الخميسات، وكلهم كيحملوا هذا الهم هذا، ولكن لا زالت السلطات بطبيعه الحال لابد ان تبذل مجهود اكثر، ولابد ان الجماعات الترابيه اللي كتقاسم الضياع تاخذ القرار باش انها فعلا تنمي هذا الوسط هذا وتحافظ عليه،
الا بغات تجعل منه يعني قبله للساكنه او قبله للزوار من خارج الاقليم.